تحصيل حاصل لطهارة أهل البيت عليهم السلام عرجوا إلى السماء. أنا أقول إنه كربلاء بقعة تزف يوم القيامة على أرض الجنة مثل ما تزف العروس في ليلة العرس. إذا هذا الموقع اللي نزوره في كربلاء مو قبر الإمام الحسين. أنا باعتقادي مو قبر الإمام الحسين، لأن الإمام الحسين أسمى وأعلى وأعظم وأكبر أن تحتويه هذه الأرض. النبي محمد صلى الله عليه وآله يدفن ويقولون بجواره دفن عمر وأبا بكر، هل هذا من العدل الإلهي؟ حاشا، الله كله عدل، الله كله عظمة. إذن النبي محمد، وإن قالوا في أرض سعود، هذه الأرض النجسة، وإن قالوا دفن عمر وأبا بكر، وإذا قالوا النبي محمد صلى الله عليه وآله وأولاده ما دفنوا هذه الأرض، فأهل البيت عليهم السلام أجمع ما دفنوا، ولكنهم عرجوا إلى السماء لطهارتهم وإلى عظمتهم وإلى موقعهم في نفس الله سبحانه وتعالى. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد.